هناك ثنائيان على وشك الزواج. القاعة مالية بالضيوف، وتبدو العروستان مذهلتين في فستانين طويلين أبيضين، ويبدو العريسان في غاية السعادة. فجأة لاحظ أحد الضيوف أمراً غريباً في أحد الثنائيين، هل يمكنك تخمينه؟ لا يوجد أي انعكاس لمريم وأنيس، انظر إلى المرآة المزخرفة خلفهما، لا بد من أنهما مصاصا دماء. يا ترى كيف وضعت مريم مكياجها؟ أرادت شيماء وجوليا الاستمتاع بجولة هادئة في ظهيرة يوم الأحد، لذا قررتا ركوب منطاد وتوجهتا إلى المنتزه. عرض عليهم المدرب اختيار المنطاد الذي تريد كل فتاة ركوبه، منطاد أزرق أو أخضر أو أصفر. أحبت شيماء المنطاد الأزرق، لا عجب لذلك، انظر إلى ملابسها. وتريد جوليا اختيار المنطاد الأخضر، أي الفتاتين ليست يقظة. شيماء، فاللون ليس بتلك الأهمية، لا توجد أكياس رمل مما يقلل من أمان الرحلة على المنطاد، يوجد كوكب وردي في مجرة بعيدة. عدد البشر كثير هناك، لكن الحيوانات قليلة، لا يعيش سوى الدجاج والديوك على هذا الكوكب، ولهم ثلاثة ألوان مختلفة، وردي وأحمر وأصفر. توجه أندرو إلى هذا الكوكب لرؤية أصدقائه في العطلة الأسبوعية، وأثناء سيره على الشارع رأى ثلاثة أزواج من الطيور واقعة في الحب. لا يمكن لأي طائر اختيار شريك من اللون نفسه، هل يمكنك تخمين لون شريك الدجاجة الحمراء؟ إنه الديك الأصفر، فالدجاجة الحمراء لا تستطيع الوقوع في حب الديك الأحمر، والديك الوردي كما ترى مغرم بالدجاجة الصفراء. اشترت خالة إيمان قنينة عطر لعيد ميلاد ابنة أختها، لم تستطع الاحتفاظ بها لأن هناء أختها تعاني من حساسية شديدة من العطور، لذا أعادت إيمان الهدية إلى خالتها التي اشترتها ب65 جنيها، وباعتها الخالة لشخص مقابل 80 جنيها. ثم تذكرت فجأة أنه يمكنها تقديم العطر لابنة أخت أخرى، لذا استعادته مقابل 70 جنيها. لكن اتضح أن سالي وهي ابنة أخت أخرى تعاني من الحساسية أيضا، لذا اضطرت الخالة إلى بيع العطر مرة أخرى ب60 جنيها. هل جنت أي أرباح؟ نعم، ربحت 5 جنيهات واشترت بها كوب قهوة كبير. اخترع عالم عبقري ساعة فريدة، ظن أنه الوحيد القادر على قراءتها. تدوم الدقيقة على هذه الساعة ساعة كاملة، والساعة تدوم دقيقة كاملة، وتعرض الساعة الوقت الصحيح مرتين في اليوم، هل يمكنك قراءته؟ الساعة 5:30 كما تعرض الساعة بالضبط، فقد غير العالم العقرب، فقد وضع عقرب الساعات بدل عقرب الدقائق والعكس، لا يبدو عبقريا للغاية. سرق أحدهم مستندات مهمة من المكتب، لم يرى الحراس ولا السكرتيرة أي مشتبه به، لذا قرر المدير تركيب كاميرات مراقبة لمعرفة السارق. دققوا في لقطات الكاميرا بعناية واكتشفوا السارق، هل يمكنك تخمينه؟ إنه الرجل الذي يرتدي القميص الأبيض، فهو كان يحمل في يده ملفان عندما خرج من المكتب، لكنه في بداية اليوم كان يحمل ملفا واحدا فقط. كان جيمي يشك في خيانة زوجته له، لم يكن متأكدا من أن سفرها إلى أستراليا كان رحلة عمل بالفعل، لذا طلب منها إرسال صورة سيلفي ونفذ الطلب. عندما رأى الصورة تأكد أن زوجته تكذب عليه، كيف عرف ذلك؟ إنه شهر يناير في كندا والشوارع مغطاة بالثلوج، كيف تهبط الثلوج في أستراليا أيضا؟ من المفترض أن يكون فصل الصيف هناك. يعرف الجميع أن هناك ساحرة عجوز تعيش في هذا المنزل القديم المرعب، لا يريد أي أحد مقابلتها،
مريم موجودة في هذا المنزل الآن، لكنها تبدو بمفردها. كيف يعقل ذلك؟ من قال إن الساحرات لا يمكن أن يحملن اسم مريم؟ كانت هذه الساحرة شابة وجميلة في الماضي. جمال صاحب متجر جوارب صغير، وذات يوم قرر جذب المزيد من الزبائن، لذا وضع إعلانا يعلن فيه بيعه للجوارب بالمجان. قدم الكثير من الناس إلى متجره، لكن اضطروا جميعا للدفع رغم أن الجوارب مجانية. لماذا؟ قدم جمال الجورب الأيسر فقط لزبائنه. بدت الجوارب جميلة وأراد الزبائن شراءها. من سيكتفي بارتداء جورب واحد فقط؟ قاد رجل سيارته من نيويورك إلى لوس أنجلوس. اكتشف في نهاية الرحلة أن أحد إطارات سيارته مثقوب منذ البداية، ومع ذلك تمكن من الوصول إلى وجهته. كيف تمكن من فعل ذلك؟ الإطار المثقوب كان الإطار الاحتياطي. أنت محبوس في غرفة تمتلئ ببطء بمياه قادمة من صنبور على الحائط. لا توجد نوافذ في الغرفة والباب مقفل. لديك ممسحة ودلو كبير. السؤال المهم، كيف تخرج نفسك من هذا المأزق؟ الحل سهل، أغلق الصنبور فقط. هذا أفضل. توجد خمس فتيات في الغرفة. نوال تتحدث على الهاتف، وكاميليا تقرأ، وجمالات تلعب الغميضة، ومنال ترتب الغرفة. ماذا تفعل سارة؟ تلعب سارة الغميضة مع جمالات. 5 6 7 5 6 فراغ. ما الرقم الناقص؟ إليك تلميحا صغيرا، ليس الرقم 7. لديك 7 ثوان لمعرفة الإجابة. الرقم 8. العدد التالي في التسلسل ل 567 هو 568. تعمل سالي باريستا في مقهى. في هذا الصباح أسقطت كوبا مليئا بالقهوة. من حسن حظها أن القهوة لم تلطخ قميصها الأبيض، لكنها استغرقت بعض الوقت في تنظيف الفوضى. كيف يعقل ذلك؟ احتوى الكوب على حبوب قهوة تناثرت تحت المنضدة. تخيل أنك دخلت غرفة حالكة الظلام. هناك فانوس وجريدة وحطب داخل هذه الغرفة. لديك عود ثقاب واحد فقط. يجب عليك اتخاذ قرار صعب. أي غرض ستشعله أولا؟ الفانوس قرار رائع بالتأكيد، لكنه لا يزال غير صحيح. ستحتاج إلى إشعال عود ثقاب أولا. تعرض بنك لعملية سطو، لكن تمكنت الشرطة من العثور على المال المسروق في حديقة وسط نباتات صبار. بعد القبض على جميع المشتبه بهم، اكتشف ضباط الشرطة سارق البنك على الفور. هل يمكنك كشفه أيضا؟ إنه الرجل على اليسار، فلديه خدوش خلفها الصبار على كافة أنحاء جسمه. هناك 6 أكواب مصفوفة على طاولة. الأكواب الثلاثة الأولى مملوءة بعصير برتقال، والثلاثة الأخرى فارغات. مهمتك جعل الأكواب الممتلئة والفارغة متناوبة بتحريك كوب واحد فقط. كيف يمكنك فعل ذلك؟ خذ الكوب الثاني واسكب العصير في الكوب الخامس. كان دينيس يشاهد التلفاز في المنزل، وفجأة سقطت مزهرية زوجته الثمينة وتحطمت في غرفة نومهما. هرع إلى الغرفة ورأى شخصا غريبا يقفز من النافذة ويهرب. حاول دينيس اللحاق به، لكن الضباب غطى نظارته بسبب البرد.
لذا لم يستطع تحديد هوية اللص. عندما وصل ضباط الشرطة استمعوا إلى قصته وعرفوا أنه يكذب على الفور. اختلق الرجل هذه القصة حتى لا يعترف لزوجته بأنه من كسر المزهرية. كيف عرفوا ذلك؟ أي شخص يرتدي نظارة يعرف أن الضباب لا يغطيها عندما تنتقل من مكان دافئ إلى بارد، بل العكس هو الصحيح. هرع آدم نيكسون الذي لا يعجبه الفن المعاصر إلى معرض المدينة وألحق أضراراً بعدة لوحات تقدر بملايين الدولارات، ومع ذلك شكره مدير المعرض على تصرفه. لماذا؟ يعمل آدم كرجل إطفاء. أتلفت المياه القادمة من خرطومه عدة تحف فنية، لكنه تمكن من إطفاء الحريق وإنقاذ بقية المعروضات. ذهبت جين في رحلة سياحية إلى أفريقيا. ذات يوم ذهبت للتنزه وقررت عبور جسر للاستمتاع بالطبيعة. عندما وصلت منتصف الجسر سمعت شيئا يتحرك خلفها. استدارت ورأت أسدا جائعا ينتظرها. استدارت إلى الجهة الأخرى ورأت ثعابين عملاقة. تعج المياه على يسارها بأسماك بيرانا جائعة. أين يجب أن تذهب؟ يجب أن تقفز إلى البحيرة. لا تعيش أسماك البيرانا في البحيرات، خاصة في أفريقيا وموطنها أمريكا الجنوبية. انظر بتمعن، إنها مجرد أسماك مسالمة. وجد أبوان وابنان ثلاث برتقالات. عندما تشاركوها حصل كل شخص على برتقالة كاملة. كيف يمكن ذلك؟ كان هناك ثلاثة أشخاص، الجد والأب والابن. كان يا مكان في غابة مخيفة. كان هناك سبعة غيلان أشقاء، ولدوا جميعا بفارق ثلاث سنوات. عمر أصغر غول 100 سنة، ما عمر شقيقه الأكبر؟ عمره 118 سنة، يبدو أصغر من سنه. استيقظ رجل في مكان لم يسبق له زيارته. اندفع نحو المخرج ورأى بابين. عندما فتح الباب الأول لاحظ أن الغرفة مصنوعة من عدسة مكبرة. ستقلي الشمس الحارقة أي شخص يدخل الغرفة في لمح البصر. خلف الباب الثاني رأى تنينا ضخما نائما ينفث النيران، لكن إن دخل هذه الغرفة فإنه يخاطر بإيقاظه على الفور. كيف يمكنه الهرب بأمان؟ يجب أن ينتظر غروب الشمس، بعد ذلك يمكنه الخروج بأمان من غرفة العدسة المكبرة.